مرحبا بكم مشاهدين الكرام. يحب الناس أن يغيروا شيئا ما في شكلهم الخارجي من وقت إلى آخر، وذلك من أجل أن يكونوا قريب شبه من الشخص المحبب إليهم، مثل عروسة برادز أو الفضائيين. فلنبدأ. أوفيليا فينيتي هي فتاة من لوس أنجلوس في أمريكا، عمرها أكبر من 30 سنة، لكنها لا تنحد عن حلمها الرئيسي في الطفولة، وهي أن تكون نسخة من باربي. لذلك أنفقت أكثر من 60,000 دولار على العمليات الجراحية، وكان من بين تلك الإجراءات الكثيرة التي خضعت لها هي حقن الأنف وعملية جراحية خطيرة مثل تغيير حجم الأعين. لا يوجد في دولاب الفتاة غير الفساتين الوردية والأحذية العالية، ويمكنها أن تقضي 3 ساعات لوضع المكياج لتغيير شكلها. لم تكن أوفيليا في السابق من أصحاب البشرة البيضاء. يعتبر شكل الفتاة وهي في سن المراهقة مغاير تماماً لما هي عليه الآن. كانت ترتدي الملابس بشكل مختلف، وكان شعرها أسوداً، لكنها أحبت باربي كثيراً منذ اللحظة الأولى التي حصلت عليها كهدية من والديها. الفتاة الآن قريبة من حلمها أكثر من أي وقت مضى، لكن هناك في خطتها الكثير من التعديلات، مثل تركيب دعامات في الصدر والأرداف، وأيضاً تصحيح لون قزحية العين بالليزر واستئصال بعض الأضلع. لويس بادرون. أنفق هذا الشاب الأرجنتيني أكثر من 30,000 دولار حتى يكون شبيهاً لألفا الفضائي. لديه 500 نوع من العدسات، من اللون الأسود حتى البنفسجي. هناك ما يلانني لارتداء زي الشخصيات الكرتونية من بين محبي الخيال، لكن لويس لم يرضى بالقليل وجسد نفسه في الشخصية التي يحبها. يفخر الأرجنتيني بأنفه، حيث ينبغي أن يكون شكلها نموذجياً ولا تبدو شبيهة بالأنف البشري. هذا ولد الشاب أهم صفة موجودة في الشخصية التي يحبها، وهي الأذن المدببة إلى أعلى. يقول لويس إن العمليات التجميلية مثلها مثل الأوشام التي تعتبر اليوم وضعاً طبيعياً، وينبغي التعامل معها ببساطة، ولا ينبغي لوم الأشخاص عن الطريقة التي يلجؤون إليها في الوصول إلى نموذج الجمال الذي يحلمون به. يقول الشاب إنه في الطفولة أحب عالم الخيال والكثير من الشخصيات السحرية. اضطر لويس في نفس الوقت أن يجابه الهجوم الذي تعرض له من ناحية زملائه، لذلك أراد أن يتحول إلى كائن ليس من الأرض نكاية في الجميع. يبدو أنه استطاع أن يحقق ذلك، وهناك 90,000 متابع يتابعونه على إنستغرام. ستيفاني موليك. حقنت هذه الفتاة من السويد شفاهها لأول مرة عندما كان عمرها 13 سنة. تنفق الفتاة كل عام حوالي 18,500 دولار من أجل تحسين شكلها كي تصبح شبيهة بالدمية الشهيرة برادز. لعبت والدتها وخالتها دوراً كبيراً في تشجيعها على ذلك، لأنهما يعملان خبيرات تجميل، ولم يكونا ضد أي تجارب تقوم بها الفتاة في تغيير شكلها الخارجي. غيرت الفتاة ذقنها وشكل الحواجب وأسنانها وفكيها، وخضعت أيضاً لعملية تجميل. تقول الفتاة إنها كانت تحلم بالعملية الأخيرة طوال عمرها، حتى إن فتاها السابق أخبرها أن قسمات وجهها ليست كاملة. لو كان الأمر علينا لكنا نصحناها بالابتعاد عن هذا الشاب منذ زمن، لكن على ما يبدو أن الفتاة تشجعت على القيام لاستكمال التعديلات. لا ينبغي أن تفكر بأن كل شيء في الفتاة هي نتيجة استثنائية لعمل الآخرين، فالفتاة تقوم كل يوم مثلاً بنحت عضلات بطنها حتى يكون خصرها أكثر جمالاً. فينيني أوخ. قرر فيني من لوس أنجلوس الأمريكية ألا يخمن في أشكال الكائنات الفضائية ويتحول هو إلى كائن فضائي. هذا الأمريكي ولد شاباً لكنه يفضل أن يتم التعامل معه باعتباره أنثى. قام الشاب بعمل أول عملية جراحية له منذ 8 سنوات. كانت عملية حشو تجميلية تحت الجلد من أجل تكبير حجم الشفاه. بعدها قام الشاب بتغيير شكل الوجنتين والحاجب والأنف، وبعدها خضع لأكثر من 5 عمليات تجميلية في الأنف كي يصبح كائناً فضائياً. يرتدي فيني عدسات اتصال سوداء وأظافر مدببة من أجل أن يكون شكله الخارجي شبيهاً بالفضائيين.
ويحب أيضاً أن يصبغ شعره بألوان ساطعة. حاول الشاب مؤخراً أن يحلق شعره تماماً وكانت النتيجة رائعة. يوجد في رصيد هذا الشاب الأمريكي المئات من العمليات الجراحية وهو يخطط لإجراء الكثير منها. الميزانية العامة على العمليات التي تمت والتي ستتم يتجاوز 200,000 دولار. فانيلا تشامو، هناك نزعة ملحوظة في السنوات الأخيرة من بين السيدات ذوات الأصل الأسيوي في تحويل أشكالهن الخارجية إلى الشكل الأوروبي. بالطبع هذه مسألة صعبة بسبب وجود سمات مختلفة في الوجه والقوام لدى الكثير من الأجناس البشرية، لذلك السباق من أجل الحصول على هذا الشكل صعب المنال، وينتهي كذلك باللجوء إلى العمليات الجراحية. عارضة الأزياء اليابانية فانيلا تشامو هي خير مثال على ذلك. أنفقت الفتاة أكثر من 100,000 دولار من أجل تحقيق حلمها وهي أن تكون شبيهة بالدمية الفرنسية. بدأت الفتاة في صبغ شعرها في بداية الأمر وفي تبييض بشرتها وتغيير فتحة عينيها تماماً. من الممكن أنها بذلت مجهوداً كبيراً في المسألة الأخيرة لأن وجهها أصبح يشبه شكل الشخصيات تام بريتون. على أي حال، أهم شيء هو أن تنال النتيجة إعجاب فانيلا. حصلت هذه الفتاة على شهرة كبيرة في بلدها اليابان، لذلك فإن الدعوات التي تتلقاها دائماً من أجل المشاركة تساعدها في تغطية نفقاتها لتحقيق ما تريده. أناستاسيا باكريشيوك، حدثت ثورة حقيقية في سوق عالم التجميل في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت حقن الحشو التي ذكرناها في مواضع سابقة في هذا الفيديو هي الأشهر. نحن هنا نتحدث عن حقن خاص لحمض الهيالورونيك الذي يقوم بعمل عمليات التجميل دون تدخل جراحي. يستمر مفعول هذا الحقن من عدة أشهر إلى سنتين، وهو بالطبع أمر غير مريح، لكن في بعض الحالات يكون له ميزة. على سبيل المثال، إذا كانت حقن الحشو لا تجدي نفعاً كما هو الحال مع أناستاسيا من أوكرانيا التي تنوي تغيير شكل وجهها إلى وجه آخر لا يشبه البشر، على أي حال لم تكن الفتاة تحلم بأن تكون شبيهة بشخصية ما في المجتمع. كل ما تريده الفتاة هو أن تختلف عن الآخرين ويكون شكلها غير عادي. بدأ الأمر من حقنتين كي يكون وجهها ممشوقاً وكي تبرز عظام وجنتيها. أصبحت أناستاسيا الآن مشهورة وصاحبة منصة على وسائل التواصل، كما أنها تحلم في المستقبل القريب بتثبيت هذه التغييرات الجذرية عن طريق إجراء عملية جراحية. تقوم الفتاة بجميع عمليات الحقن بنفسها وتطلع دائماً على المعلومات الجديدة في مجال عمليات التجميل. نيفين تسيغانوفيتش، هيا نلعب لعبة. ما عمر هذا الشاب؟ حوالي 30 أو 35؟ لا، بلغ عمر الكرواتي نصف قرن في هذا العام، ومن الصعب تصديق هذا الكلام. كان الفتى يحلم منذ الطفولة بأن يبقى شاباً وجميلاً، وعلى ما يبدو أنه استطاع أن يفعل ذلك. لا يزال هذا الشاب قريباً لمعايير الجمال المتعارف عليها أكثر من أبطال القصص السابقة. يكمن الأمر في أنه بعد أن انتقل من كرواتيا إلى لوس أنجلوس اصطدم بمنافسة قوية في سوق الموضة، حينها قرر أن يضيف إلى شكله بعض اللمسات. لذلك قام الشاب بتكبير الفك السفلي وبتصغير حجم أنفه وبنفخ شفاهه وبتحريك زوايا العين الخارجية تجاه أذنيه. بالطبع هذا جزء قليل من العمليات التي خضع لها. يخصص الشاب أيضاً جزءاً من وقته للاعتناء بجسده الجميل. أيضاً خضع الشاب لعملية جراحية من أجل إزالة الدهون المتراكمة على البطن. من المعروف أنه إذا لم يقم الشاب بمجهود كاف لتثبيت شكل جسمه فإن مفعول عملية شط الدهون لن يدوم طويلاً. لذلك يمارس نيفين تمارين شاقة ويتبع نظاماً غذائياً سليماً. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.